الحب من أهم عوامله المعرفة، الإنسان الذي يعرف الشخص، يعرف كمال الشخص، يعرف خلق الشخص وسلوكه، ينشد طبيعيا إلى ذلك الشخص. الاشخاص الذين لم يحبوا اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الاشخاص البعيدون عن اهل البيت لماذا هم كذلك؟ لانهم لا يعرفون اهل البيت كلما ازدادت المعرفه ازدادت درجه الحب النبي صلى الله عليه واله وسلم ينقل المؤرخون أنه قال: لولا رأى عليا في قضية مفصلة وقال: لولا أني أخاف أن تقول فيك أمتي ما قالت النصارى في المسيح ابن مريم لقلت فيك قولا لا تمر بملأ الا واخذ التراب من تحت قدميك الحب كلما ازدادت درجه المعرفه ازدادت درجه الحب الاشخاص البعيدون عذرهم انهم لم يعرفوا اهل البيت في حرب صفين في تلك الحرب المعروفه كان هنالك اخوان اخوان اثنان احدهما في جيش علي صلوات الله وسلامه عليه والثاني في جيش معاويه التقى الاخوان هذا الاخ قال لذلك الاخ لماذا انت في جيش معاويه؟ لماذا تحارب معاويه؟ انت ما تعرف معاويه. قال له اخوه انت لماذا في جيش علي؟ السؤال مردود عليك. انت لماذا تقاتل مع علي صلوات الله عليه؟ قال له لماذا؟ قال علي لا يصلي علي الذي لا يصلي كيف تحارب معه؟ لاحظ التعتيم، لاحظ تلك الاجواء التي صنعها بنو اميه هذه الاجواء مو مال ذلك الوقت الى الان هذه الاجواء موجوده انتم لا تنظروا محيطا معينا الكثيرون لا يعرفون شيئا عن اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لان هذه الكلمه كلمه اهل البيت لم تصل اليهم. هذا شاف ان الكلام لا ينفع، قال له انا عندي طلب منك. هذا الطلب تعال وشوف علي هذا هو. انت تعال فقط الق نظره واحده على علي صلوات الله عليه. وانا اعطيك الامان في المعركه والتفصيل مذكور في كتاب الجهاد اذا واحد من المسلمين اعطى امان لواحد من الكفار قال له انت في اماني انت امن بعد ما الى واحد حق يتعرض لهذا الشخص هذا في امانه قال انت في اماني لن يتعرض لك احد بسوء اجا هذا الرجل وجاء ونظر إلى علي صلوات الله وسلامه عليه نظرة واحدة، كانت هذه النظرة كافية لأن تقلبه من ذلك الخط إلى هذا الخط، انتقل من جيش معاوية إلى جيش علي صلوات الله عليه بنظرة واحدة إلى ذلك المحيا النوراني. الحقيقه الناس لا يعرفون لو عرفوا لاتبعوا لو عرفوا لاحبوا ولكن الناس اعداء ما جهلوا